طب دلوقتي الوضع ايه؟ الوضع ان الجوع شديد جدا والحفر شغال وفات 5 ايام، وبعد 5 ايام مش قادرين، جعانين جعانين مش قادرين نحفر. فيجي جابر بن عبد الله ويبص على بطن النبي يقول: فوجدت فيها ضمورا شديدا، فذهبت الى زوجتي وقلت لها: هل عندك طعام؟ فقالت: نعم، عندي صدر دجاجه، صدر دجاجه وايه وحفنه شعير. قال: كم تكفي؟ قالت: تكفي الاولاد، عندي ولدين يا دوب تكفيهم. قال: اما تكفي رسول الله؟ قالت: نعم، يكفي بس وحده. فقال: اذن لا تطعمي الاولاد، رسول الله اولى. شايفين يا اخوانا العطاء؟ فيطلع جابر بن عبد الله على النبي، والنبي بقى بيراقب وبيشتغل وكده، يقول له: يا رسول الله عايزك في كلمتين على جنب. فياخد النبي صلى الله عليه وسلم على جنب كده ويقول له: يا رسول الله، عندنا في البيت حفنه شعير وصدر دجاجه، تعال معي كل يا رسول الله. فقال له النبي: وحدي يا جابر؟ اجي لوحدي؟ فقلت: يا رسول الله، الطعام حفنه شعير وصدر دجاجه، كان ممكن يأكلها الأولاد، لكن أحببت أن تأكل أنت في بطنك ضمور. فقال: وحدي يا جابر؟ فقلت: ومعك أبو بكر وعمر، لو يعني لو أنت زعلان عشان. فقال: ما كان لي أن أكل وحدي يا جابر ويجوع الناس، أنا ما أقدرش أكل لوحدي والناس جعانة يا جابر. فقال يا جابر: اصبر. فوقف النبي على جبل سلع وقال: يا معشر المهاجرين، يا معشر الانصار، يا اهل الخندق، طعامنا اليوم عند جابر بن عبد الله. هياخد الجيش ويروح. يقول: فقلت، فمسكت يد النبي، قلت: يا رسول الله، الطعام حفنه شعير وصدر دجاجه. قال: يا جابر، اسبقني الى البيت ولا تقرب الطعام، مالكش دعوه بالاكل لغايه ما اجي لك. يقول: فانطلقت الى زوجتي اقول: ادركيني، رسول الله قادم ومعه الجيش. فقالت المراه المؤمنه العاقله: أأخبرت رسول الله بالطعام؟ قال: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم، هو عارف هو بيعمل إيه. فقلت: صدقتي. شوفوا الستات يا جماعة، ملاحظين يا جماعة إن إحنا طول ما إحنا ماشيين في السيرة الستات عالية قوي، واخدين بالكوا السيرة الستات هي صمام الثبات، يعني الرجالة طول السيرة ستات واقفة بتثبت، حاجة غريبة قوي. هل الستات هم مشت في بلادنا بفعل فاعل من أعدائنا علشان المرأة هي اللي ممكن تقومنا؟ هل المرأة خافت من الإسلام وكمية الشبهات اللي اتقالت عن ظلم الإسلام للمرأة عشان الستات تخاف من التدين وتخاف من الإسلام وتخاف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ مين اللي قال كده؟ ما تيجوا شايفين السيرة، أنا والله ما بقصد، هي كل حلقة غصب عني بيجي دور للمرأة. لسه هنشوف دور المرأة. يطلع النبي ويطلع معاه الجيش، يوصل لجابر يقول له: يا جابر، انت بوابنا اليوم، انت مالكش دعوه بالاكل خالص، انت تقف على الباب، ادخل ليا مجموعه مجموعه. شوفوا دي النظام يا اخوانا، شوفوا احنا بنقف على محطات الاتوبيسات ازاي، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الناس ازاي. مجموعه تخش تاكلوا تطلعوا، تدخل المجموعه اللي بعديها، ما حدش يقعد اكتر من وقت محدد، انا اقول اطلعوا تطلعوا. حاجه كده، حاجه راقيه، حضاره حضاره حضاره. تدخل المجموعة الأولى، جابر يقول: قلت والله هي مجموعة واحدة يا رسول الله، هي مجموعة واحدة اللي هتاكل يعني إذا أكلوا. يقول: فتخرج المجموعة أنظر إليهم فإذا بهم قد شبعوا، فتدخل المجموعة الثانية فإذا، فأقول لهم: أشبعتم؟ فيقولون: الحمد لله على الآخر. يقول: حتى خرج إلي النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم يقول لي: بارك الله لك ولزوجتك ولأولادك في طعامكم، خش كل يا جابر. يقول: فدخلت فإذا والله الطعام كما هو إلا خدشة من صدر الفرخة، خدشة بس كده. معجزة مش كده؟ طب المعجزة ما حصلتش إلا إمتى؟ إلا لما كل واحد قال: ما كلش لما الناس تاكل. خلي بالكم، لما جابر قال النبي ياكل الأول، ولا النبي قال لا يمكن أكل لوحدي، تحصل المعجزة. بنسميها في الإسلام بركة، ربنا يبارك في القليل. والبركة دي مش غريبة عننا أنها تحصل في كل زمان ومكان، وإن الجعان ياكل. بس فين اللي عنده إيثار؟ فين اللي يفضل مصلحة الناس على مصلحته؟ ما تعيشوش لنفسك يا جماعة، عيشوا زي جابر، عيشوا زي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: وحدي أكل لوحدي.